الأرسال خسر أمام طرابلس بنتيجة 0-1، تعادل مع شباب الساحل وظهر بمستوى سيء جدا بمواجهة الفريق الأزرق بنتيجة 4-3، فاز على شباب الساحل أيضا بثلاث أهداف مقابل هدفين. عن طارق العلي التغطية الدفاعية وهيدي العرضية بلال نجدي، بلال نجدي بيقطع الكرة إنما الكرة بتمية، هيدا عمر عويضة بخلص الكرة بتوصل لعند بلال نجدي، انطلاقة أنصارية على وهيدا هو على الأتات بهيدي الكرة لعند بلال نجدي مجددا مع الأنصار. ولكن مثل ما قلنا بداية المباراة بتبشر بالخير بالحال، قائد خط الوسط على الاتات وقائد الانصار ايضا بهالمباراه، بلال نجدي لاعب تضامن صور السابق عم بيلعب ضد فريقه السابق، بمرر نصار، نصار ايضا عم بيلعب ضد فريقه السابق التضامن صور، ايضا بنعرف انه كره الفا لكره القدم. بلال نجدي بيتقدم بلال معه محمود الزغبي من لمسه بعيده للخلف بمحاولة يعني تناقل الكرات السريعة بمنتصف الملعب التضامن شل معادة النتيجة بوقت بلال نجدي. 1986 بدأ مسيرته بالبوكس، علي الحاج حسن بيقطع الكرة وعش مرتد للأنصار ومقطوعة من علي الحاج حسن والاصطدام القوي بدنيا. شوف بالإعادة بالتلت الهجومي دائما مع الانصاريين، تبادل المراكز هذا امر كثير مهم، سامي الشوم عامل شغل كثير كبير مع الانصار وقت ما استلم، واضح الشغل من المدرب سامي الشوم. شوف المثلثات الانصاريه ايضا مع الاتات عم بيلاقوا بعض الانصار، عم بيلاقوا بعض لاعبي الانصار. جزاء ايضا ضد يزدي، هيدي الكره العرضيه لداخل المنطقه وهيدي الراسيه، انما الراسيه عم تكون من بلال نجدي بتعود لعند مشروع وضع الكره خارج ارض الملعب على البسيم عبد الهادي وعمر عويضه، بتعود الكره لعند بلال نجدي بيحاول يمر ايضا عمر عويضه بيحاول يخرج الانصار بهاللحظات من الضغط. بلال نجدي محمد كرحاني بصراع بينه وبين وسيم عبد الهادي، تدخل عم بيكون حاضر لبلال الاول بالانصار من امام السورية تحت اللاعب داخل المنطقه، بلال نجدي موجود باللمسار بلال ايضا مع عمر عويضه، كره لعب بلال على حساب الانصار هو بموسم 2011 2012 بنتيجه 1-0 كان فاز التضامن صور الانصاريين. الشاب علي الحاج حسن يلعب الكرات العرضيه وعلى بالمناسب بهدفين مقابل لا شيء، الانصار بالشوط الثاني مختلف عن الشوط الاول. ايضا مع الاتاد بلال نجدي من امامه بتعود لمصلحه التضامن صور انطلاقه مجددا، هذا تدخل من بلال نجدي الحكم عم بيشوف 0-2 وهيدي الكره اماميه وهذا خروج من علي الحاج حسن. لكن بحكي عن الارقام بالالقاب لما تحكي عن الانصار وشو عم يعمل، شوفوا شبريكو شو عم بيعمل بهالمباراة، بيرتد للخلف وبيدافع ايضا بلال نجدي عم بيكسب خلق طبعا بطاقة صفراء اليو بالشوط الثاني. ما بعرف اذا هيدي استراتيجية من المدرب جمال، ممكن تفرح الجمهور ممكن تفرح نفسك وايضا ترد على المحصل. الكرة عند علي الحاج حسن، عمر عويضة بيحطها بلال نجدي السائر الانصار مع مقدر محمد كرحاني، كرة عرضية مع تدخل على الاتات، شوفوا على الاتات بيلعب الكرات لبناء الهجمات ما بيشتت الكرات من داخل منطقه الجزاء وهيدي التمريره الاماميه ريتشي، هيدي محاوله هدف ايضا مع بلال نجدي عم بيقدم مع بلال نجدي، بلال ما بتنقطع الكره من امامه بيستعيدها ايضا مع بلال نجدي، شوفوا شبريكو بيهرب على الجهه اليسرى انما بلال نجدي بيغير رايه بعيد الكره غير مقصود واضح ما رضا يعني عنتر يمكن ما يعني رضا عنتر راح يجيب الكره بسرعه طبعا طبعا هذا خلص الفوتبول اماميه انما كره تنقطع من متاي بتعود عند بلال نجدي، هل بامكان الانصار لبقى طويله بيستعيدها ايضا بلال نجدي، هيدي كره طويله اماميه باتجاه شبريكو على الطرف الايسر شبريكو